قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه من الضروري على المجتمع الدولي وضع حد للتجارة مع الإرهابيين في النفط والمعادن النفيسة والآثار التاريخية. وأضاف لافروف أن المكافحة الناجحة للإرهاب مستحيلة بدون وضع عوائق منيعة ضد الدعم الدولي المادي والمالي أيضا والتقني للتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيمات داعش وجبهة النصرة والجماعات الموالية لهما.